اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في لقاء جديد من اولاد ابراهيم بعنوان ملء الزمان رساله واحده في العهد الجديد بتلخص كل العهد القديم في غلاطيا اربعه اربعه يقول الكتاب <تكلم> ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس بمعنى ان كل شيء له توقيت محدد من السماء مفيش حاجة اعتباطا أو في فوضى لكن الله في سلطانه الغير عادي هو حتم بالأوقات المعينة وبحدود وبيقول كده في سفر الأعمال الأصح الأول وعدد سبعة المسيح بيقول لتلاميذه فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه كل زمن وكل توقيت وكل التاريخ هو تحت سلطان الله بطريقه محدده، وعشان كده كاتب سفر الجامعه في اصحاح ثلاثه وعدد واحد سجل هذه المعلومه المهمه، لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت، معنى ان مجيء المسيح، واحنا بنحتفل بقرب ميعاد ميلاد المسيح، كان محدد ومحتم، والا الله عمله عبر التاريخ وازاي في ملء الزمان جاء المسيح مولودا من العذراء القديسة مريم احنا بنحتفل بهذا الميلاد لكن كمان النهاردة عايزين نشوف ماذا فعل الله في التاريخ البشري وأعلن عن مجيء المسيح وهنتكلم في ثلاث محاور رئيسية المحور الأول النبوات أو الإعلانات اللي اعلنها انبياء الله عبر التاريخ عن مجيء المسيح. الموضوع ما كانش مفاجاه جه المسيح كده لكن من بدء التاريخ اعلن الله عن مجيء المسيح، يمكن بدايه في الايه الرائعه جدا في تكوين 3 15. بعد ما سقط الانسان وحصل حديث مع الله اعلن هذا الاعلان للشيطان، قال له كده واضع عداوه بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وانتِ تسحقين عقبه أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وانتِ تسحقين عقبه طبعا حد يسأل يقول لي طيب هو الشيطان ليه نسل والشيطان بيولد او بيخلف طبعا لا كل من يتبع الشيطان كل من يعني يقبل أفكار الشيطان هو من نسل الشيطان. وعشان كده العداوة قائمة بين المؤمنين وبين نسل الشيطان من بدء الخليقة وحتى نهاية العالم. والنهارده عايزين نفهم درس مهم جدا درس روحي نفهم ازاي إن الله سبحانه مسيطر ومهيمن على الأحداث وبيعلن عن كل شيء بترتيب يبقى ده أول إعلان أن المخلص المسيح سيأتي من نسل المرأة لكن كمان في إعلان تاني في تكوين 17 سبعة بيتكلم أنه هو هيجي من نسل إبراهيم بيقول لإبراهيم كده طبعا ما رضيتش أجيب آيات كتيرة في تكوين 12 وتكوين 15 اكتفيت بهذا العدد في تكوين 17 سبعة واقيم عهدي بيني وبينك، الله بيكلم ابراهيم، وبين نسلك من بعدك في اجيالهم، بس التعبير المهم عهدا ابديا لاكون الها لك ولنسلك من بعدك، يعني بمعنى ان هذا النسل اللي بيتكلم عنه او اللي اعلن عنه في تكوين 3 15 سياتي من ابراهيم مش كده وبس، لكن كمان سياتي من اسحاق ومن سر مش بس يعني نسل ابراهيم بيقول كده في تكوين 17 19 فقال الله بل سره امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من بعدهم مفيش فيش عهد ابدي غير لو هو بيتكلم عن شخص المسيح ويمكن الايه الحلوه في غلاطيا ثلاثة آه، ستاشر بتوضح معاني هذه الكلمات تقول الكتاب وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله لا يقول في الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد في نسلك الذي هو المسيح يبقى تكوين ثلاثة خمستاشر أو تكوين سبعتاشر سبعة أو تكوين سبعتاشر تسعتاشر كلها بتتكلم عن شخص المسيح إن هو يأتي من إبراهيم وياتي من ساره وياتي من اسحاق لكن كمان هياتي من يعقوب في سفر العدد واصحاح 24 وعدد 17 يتكلم ان هو سياتي من يعقوب اراه ولكن ليس الان ابصره ولكن ليس قريبا يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى. يبقى عندنا نسل المراه هيجي من ابراهيم هيجي من سره هيجي من اسحاق هيجي من يعقوب بس يعقوب عنده 12 ولد بنسميهم الاسباط ال 12 هيجي من انهي سبط؟ يقول في تكوين 49 عشرة نبوه رائعه جدا. لا يزول قضيب من يهوذا، القضيب هنا اشاره للملك السلطان ومشترع من بين رجليه اللي هو آية شريع حتى ياتي شيلون ياتي السلام وله يكون خضوع شعوب بمعنى مختصر للايه دي مع ان دي ايه كبيره تسعه وعشره بس انا عشان الوقت وعندي حاجات كتيرة عايز اشارك بيها مش هيزول الحكم من سبط يهوذا حتى مجيء المسيح وانا بعد شويه وانا بحكي معاكم هرجع تاني مره لتكوين تسعه واربعين عشره لإن دي آية رائعة جدا بتوضح سلطان الله على الأحداث. يبقى دلوقتي بنتكلم على مجيء المسيح في ملء الزمان في إشارات من الأنبياء في تكوين 3 15 في تكوين 17 7 في تكوين 17 19 في تكوين 49 10 وسفر العدد 24 كلها بتحكي عن هذا المخلص الرائع. لكن كمان في آية بتوضح تفسير لهذه الآية عشان تعرفوا أن العهد الجديد هو بيوضح العهد القديم والعهد القديم في الجذور للعهد الجديد عشان كده بنقدر نفهم الكتاب بطريقة حلوة أوي في عبرانين 7-14 يقول الكتاب فانا واضح أن ربنا قد طلع من صبت يهوذا من صبت يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت يبقى الاثناشر صبت الله اختار سبط يهوذا ما اختارش راؤوبين اللي هو الكبير وما اختارش يوسف اللي هو احسن واحد في اخواته لكن اختار سبط يهوذا حتى ياتي منه المسيح. عشان كده هنيجي نبوة تانية حلوه جدا في تثنيه 18 18 او 18 15 لحد 18 يقول الكتاب يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب الهك في حريب يوم الاجتماع قائلا لا اعود اسمع صوت الرب الهي ولا ارى هذه النار العظيمه ايضا لئلا اموت قال لي الرب قد احسنوا فيما تكلموا اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أصيبه وأنا بقول لإخواتنا المسلمين اللي بيستخدموا الآية دي وبيقولوا عليها أن هي نبوة من النبي محمد أو حاجة زي كده يا جماعة عيب ليه عيب؟ لأن الآية واضحة جداً بتقول من وسط إخوتك يعني من بني إسرائيل يعني من اليهود يا جماعة عيب إن احنا نقول كلام ونفسر كلام ونضحك على الشعب العربي المسلم ونقول إن في نبوات عن محمد في الكتاب المقدس، دي كذبه لا تليق أبداً إن المسلمين يضحكوا على بعض فيها. مفيش أي نبوة عن محمد في الكتاب المقدس، دي نهائياً. النبوة دي بتتكلم إن الخلاص سيأتي من اليهود، المخلص سيأتي من اليهود، من إخوتك. طب بيقول لك ده نبي هل احنا بنقول عن المسيح نبي طبعا طبعا بنقول عنه نبي وملك وكاهن وابن الله وابن الانسان كلها القاب للمسيح نشوف المسيح نفسه فسر الايه دي والعهد الجديد فسرها ازاي مثلا في يوحنا أربعة يقول المسيح بنفسه هذه الكلمات للمراه السامريه انتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود المسيح لما جه حسب الجسد جاء من اليهود من عائلة يهودية بدءا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويهوذا حتى جاء المسيح عشان كده عيب ان احنا نفصل كمان سفر الاعمال بيفسر تسنية 18 بطريقة جميلة جدا فيقول في اعمال ثلاثة وعدد عشرين لواحد وعشرين ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم الرسول بطرس بيتكلم اليهود يشرح لهم قبل الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء وعلى فكره زي ما احنا بنتكلم النهارده عن ملء الزمان في كمان ملء الازمنه وازمنه رد كل شيء ولما تكتمل الازمنه سياتي المسيح مره ثانيه زي ما وعد وزي ما اتكلم بكل تفصيل عن ملء الزمان الوقت اللي سياتي فيه المسيح هو كمان اعلن عن نبوات عن مجيء المسيح مره ثانيه ويمكن اسابيع قادمه نتكلم عن تفاصيل اكثر عن المجيء الثاني للمسيح ونعرف التوقيت اللي اعلن عنه في الكتاب بطريقه واضحه جدا مش نعرف الوقت اليوم ولا الساعه لكن ممكن نحن نحدد فاضل لنا قد ايه على هذه الارض لكن هنا بيتكلم ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جنبية أنبياء القديسين منذ الدهور فإن موسى قال للأباء مش إحنا اللي فصلنا تسنية 18 لكن العهد الجديد فسر تسنية 18 بطريقة واضحة جدا إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به طبعاً عارفين في العهد الجديد لما المسيح يعني اتعمد نزل الروح القدس والآب من السماء قال هذا هو ابن الحبيب الذي به السرير وفي متى 17 في التجلي قال له تسمعون يبقى إذن النبوات اللي احنا بنتكلم عنها بتفسر نفسها تلقائيا مع بعضها بطريقه رائعه جدا. نقرب شويه على العهد القديم ونتكلم عن مزمور 110 عدد اربعه. مزمور 110 كله نبوه عن المسيح والمسيح اشار اليه في حواره مع اليهود قبل الصليب لكن في عدد اربعه يقول كده اقسم الرب ولن يندم انت كاهن الى الابد على رتبه ملكي صادق. المسيح هو الكاهن اللي قام على رتبة ملكي صادق اللي هو إبراهيم قدم ليه العشر في سفر التكوين وإن كهنوت ملكي صادق أهم كتير من كهنوت لاوي أو هارون اللي انتهى أمره أو انتهى عمره لكن المسيح جه على رتبة ملكي صادق كمان في النبوة خلينا كمان نشوف الآية دي في ستة 26 بيوضحها الكتاب حينئذ دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد يبقى رئيس كهنتنا هو الرب يسوع المسيح في أشعياء 7 14 نبوة رائعة جدا ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل والناس اللي بيهاجموا الإيمان المسيحي أو الآية دي كتبوا حاجات كتيرة يعني بتكلم عن إزاي الناس بتفكر أو تفهم النص وأنا الحقيقة ما أعرفش لا عبري ولا أعرف يوناني عشان كده استعنت بالصديق العزيز الأسيس سليمان نزال راعي كنيستنا في سان برناردينو أهلا بك أسيس سليمان معنا في هذا اللقاء اهلا بك يا سيس طلب رب بركه حبيبي انا لي سؤالين عند حضرتك باعتبارك يعني دارس للغه اليونانيه خليني افهم من حضرتك غلاطيا 4 4 في الاول وبعدين اسالك في اشعياء 7 14 ايه معنى ملء الزمان حسب ما جاء في النص اليوناني في غلاطيا 4 4 اتفضل اوكي اخ صموئيل دائما حضرتك اخذت الايه رقم اربعه 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 لكن لنفهم الايه 100% لازم نقرا هاللي قبلها وهاللي بعدها نعم فصح اربعه بيقول وانما اقول ما دام الوالد قاصرا اي طفلا لا يترك شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع بل هو تحت اوصياء وكلاء الى الوقت المؤجل او الوقت المعين من ابيه هكذا نحن ايضا لما كنا قاصرين اي اطفال كنا مستعبدين تحت اركان العالم ولكن هلا هون ولكن لما جاء من الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس شو السبب؟ قال الذين تحت الناموس لننال التبني ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا اب الاب اي يا باب الاب اذا لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا فوارد لله في المسيح فاذا الهدف مجيء المسيح أربعة أربعة لما جاء من الزمان هذا الوقت المعين طبعا من قبل الله جاء بالانجليزي اخ صموئيل فولنس اوف تايم يعني الوقت اللي الكاس امتلى وهذا الوقت اللي بده يجي فيه شخص الرب يسوع المسيح وطبعا لما الرب بالوقت المعين في أمور كثير صارت بهذاك الوقت لأنه الله بعلمه السابق عارف أي وقت الصحيح المضبوط لما يجي على العالم ويجعل العالم من حوالي 2020 سنة فإذا السبب الأول إذا لأنه نحن قاصرين ما كان يعطينا يعني الامتياز أن ندعى أولاد الله فالسبب الرئيسي إجا لحتى ندعى اولاد الله لانه كنا تحت الناموس كان تحت الناموس لكن بمجيء المسيح نحن لست تحت الناموس لكن تحت النعمه لكن اذكر بسرعه صموئيل انه اولا امتياز ان نصبح اولاد الله لكن العالم بهذاك الوقت وقت الرب يسوع لما اجى كان حاضر لمجيء المسيح راح اذكر اخ صموئيل سبع اسباب بسرعه. اولا اليهود كانوا بحاجه الى مخلص كان تحت الحكم الروماني ثانيا الديانات لم تعطي رجاء للعالم بهذاك الوقت كان عندهم فراغ الفلاسفة اليونانيين اللي اجوا قبل الرومان طبعا لم يعطوا رجاء للإنسان عب عبوا عب مخ أفكار لكن قلب ضلوا فاضي في ما في عنده رجاء بعدين الفلاسفة الديني والجوع الروحي كان في القمة بهذاك الوقت عند وقت الرومان وقت الرومان بعدين فكره كمان لازم نعرف ان الرومان هن اول امه او اول ناس عبدوا الطرقات لسهوله التنقل وبعدين في شي شيء مهم جدا اللغه اليونانيه بهذاك الوقت كانت لغه العلم كانت منتشره فالله سمح انه يجي بوقت الرومان لحتى معظم كل الناس يعرفوا عن مجيئه وبعدين الفكره الاخيره طريقه الاعدام عند الرومان كانت الصلب نعم. لو اجى يسوع وقت البابليين او إجا يسوع وقت اليونانيين ما كان سوف يصلب المسيح ونبوات كتير تتكلم عن صلب المسيح والطريقه الوحيده اللي يصلب المسيح لان الرب يسوع إجا وقت الرومان فمش لما أقول ولكن لما جاء من الزمان اي الوقت المعين من قبل الله بعلمه السابق حتى تتم المشيئه الالهيه حتى نصير اولاد الله حتى نحن ايضا نعرف هدف مجيئه للعالم أشكرك خلينا نعرف يعني فهم حضرتك إزاي للكلمات الموجودة في أشعياء 7-14 ونقدر كمان نشوفها على الشاشة ونشوف الكلمات دي إزاي نفهمها لأن في لغط كتير وكلام ناس بتتكلم بطريقة خاطئة إزاي نساعدهم أوكي. يعرفوا الحقيقة فضل أوكي. أول شيء لازم نعرف أنه جاي كلمة فتاة هل حضرة تحبل كلمة فتاة أي بمعنى آخر غير متزوجة أو شابة زي ألما وبعدين وهيدا اللي قالته القديسة مريم لما أجا الملاك وخبرها قالت له كيف راح يصير هيدا وأنا لست أعرف رجلا معناتها أنا بعدني عذراء لحديث هلا كيف بدها تصير؟ طبعا الملاك خبرها انه بروح القدس والى هذا مش موضوعنا، لكن اذا بنيجي للغه اليونانيه باللغه طبعا باللغه العبريه الما او بتولا معناتها غير متزوجه لكن باللغه اليونانيه كلمه فتاه عذراء جاي بمعنى بارتي بارتينوس بارتينوس باليوناني معناتها بنت غير متزوجه عذراء لكن الفتاه الشابه المتزوجه باللغه اليونانيه بيقولوا لها ميانس ميانس ني فلما ترجمت الكلمة عذراء باللغة اليونانية ترجمت إلى باراثينوس معناتها هي عذراء لم تتزوج من قبل والحلو يا أخ صموئيل أنه لما الآية أجت قالت ما قالها عذراء تحبل لكن قالها العذراء تحبل قال التعريف نعم. العذراء العذراء تحبل وتلد ابنا وبعدين النقطه المهمه اللي لازم نعرفها اخ صموئيل انه قال لأحد هو السيد رب يعطيكم آية كلمة آية معناتها أعجوبة نعم. كل عزوبة هو الميلاد العذراوي نعم. وهذا هذا الرب اللي أعطاهم إياه وهاللي قال من الكلام العهد الجديد والعهد الجديد موافق على الشيء واقتبس هذه الآية بأشعية تبع 14 كما قيل بالنبي القائد هالعذراء تحبل وتلت هذا في المجيء يا اللي عم يسمعه هدف مجيء المسيح هو لخلاص الانسان مهما مين ما كان يكون اذا مسلم او مسيحي او يهودي هدف مجيئه لحتى يقدم خلاص مجاني للانسان امين امين شكرا يا سليمان جدا على المداخله الحلوه وعلى التوضيحات ربنا يباركك وبعدين في نفس الوقت الكلام ده ذكروا انجيل متى بشكل واضح عشان يوضح اشعياء 7 14 ازاي العهد الجديد بيوصفها في متى واحد من عدد 18 يقول الكتاب اما ولاده يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم امه مخطوبه ليوسف قبل ان يجتمعا واحنا شفنا كلمه الما بالعبري معناها فتاه مخطوبه ويعني كلام بيوضح بعضه قبل ان يجتمعا وجدت حبلة من الروح القدس ويوسف رجلها اذا كان برا اللي هو الخطيب ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذ ملاك الرب ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. تستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل عم الذي تفسيره الله معنا. اشكرك. طيب النهارده الايه دي واضحه جدا بالنسبه للعهد الجديد، العهد الجديد هو اللي بيفسرها وده مبدا ثابت عندنا في الكتاب المقدس ان احنا مش بنفسر حاجه من عندنا غير لما نلاقيها واضحه في العهد الجديد. فاللي عايز يفهم حاجه في العهد القديم لازم يرجع يشوفها في العهد الجديد ازاي واضحه جدا من غير ما احنا نضيف ليها اي شيء. الناس اللي بتتكلم عن اشعياء 7 14 انا حزين للافكار اللي بيقولوها على الكلمات العبريه لان في ناس بيفهموا عبري ويوناني وعارفين اللغات ونقدر نرجع ليهم بدل الشوشره والكلام اللي هو بيقال على النت او على الفيسبوك او على يوتيوب انا بحس بحزن شديد لمحاوله لي النصوص احنا بنقدم حقائق واضحه وبنشوف العهدين بيتكلموا عنهم ازاي ومش دي النبوه الوحيده لكن في نبوات كثيره كمان مثلا في اشعياء تسعة ستة بيوضح النبي اشعياء صوره هذا المولود من عذراء ايه الالقاب بتاعته يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسه على كتفيه يبقى ما يقدرش نقول ان هو ابن احاز او حاجه زي كده لا ده بيتكلم عن نبوه ليها ابعاد زمنيه كبيره ويدعى اسمه عجيبا يا ريت كان في وقت كنت اشرح الايه دي بالتفصيل يعني مثلا لما لسفر القضاء صح 14 نلاقي ان في ملاك بيظهر لمنوح ابو شمشون ويقول له انت اسمك ايه يقول له انا اسمي عجيب يعني اذا ممكن الكتاب بيوضح بعضه وبنشرح من من كل الكتاب عشان نفهم النصوص الموجودة اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا أو أبو الأبدية رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا كلام واضح جدا بيكمل بعضه من البدء من نسل العذراء ما اي حد في التاريخ البشري كله اتولد من عذراء بدون زرع بشر الا يسوع المسيح. من عذراء من نسل ابراهيم من نسل اسحاق من نسل يعقوب من نسل يهوذا هيجي مره ثانيه في اشعياء 7 14 واشعياء تسعة ستة بيوضح لكن كمان اشعياء أشياء 11 بيوضح بقيه الاسماء اللي هيجي منها يعني بيحدد اكتر من سبط يهوذا منين ما سبط يهوذا في ناس كتيره هيقول ايه ويخرج قضيب من جذع يس وينبت غصن من اصوله غصن من اصوله غصن من اصوله يعني معناها بيتكلم على نبته هتيجي من عائلة ياسر يجي منه داود وغصن وغصن من اصوله يكمل ويحل عليه روح الرب واحنا شفنا في المعمودية ازاي الروح القدس جه عليه والمسيح مسح من الروح القدس في بعد ولادته روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب و لا دونه تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع اذنيه بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالانصاف لبائسي الارض ويضرب الارض بقضيب فمه يعني بكلمته ويميت المنافق بنفخه شفتيه يعني هيفضح المنافقين اللي كانوا موجودين ويكون البر منطقه مسني والامانه منطقه حقويه يعني كل كلامه كان عن البر والامانه وده اعلان واضح عن نبوه ان المسيح هيجي من نسل داود يعني اذا الكلام واضح قوي لكن كمان يوضح اكتر طب امتى هيجي النبوة موجودة في دانيال تسعة وعدد خمسة وعشرين ودي ان شاء الله كلنا واقفة معاها في القريب العاجل ونوضح قد ايه روعة الكتاب المقدس في كل الاعلانات بتاعته بيقول لدانيال كده فاعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها طبعا عارفين الكلام ده حصل 457 قبل الميلاد الى المسيح الرئيس سبعه اسابيع و62 اسبوعا يعود ويبنى سوق وخليق في ضيق الازمنه يبقى اذا هنا بيحدد موعد ميلاد المسيح والبقيه الايات مره ثانيه نتكلم عنها هتحدد موعد صلب المسيح يبقى اذا الايات دي بتوضح قد ايه ان الكلام المكتوب بيوضح امتى يتولد المسيح وامتى يتصلب المسيح بالتحديد يعني التاريخ مكتوب من في سفر دانيال قبل ما يحدث بمئات السنين طيب هيتولد فين يجي النبي ميخا في اصح خمسة وعدد اتنين ويحدد مكان ولادة المسيح يقول كده وأم أنت يا بيت لحم إفراطه حلو أنه هو يقول افراطة عشان نعرف ان في بيت لحم ثاني في سفر التكوين وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا هي كانت صغيرة وما لهاش اي قيمة وقرية مجهولة لكن بعد ميلاد المسيح فيها اصبحت يعني قرية مشهورة على مستوى العالم فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ قديم منذ أيام الأزل، لما يقول أيام الأزل يعني معناها المسيح أزلي مش حساب ميعاده من ميلاده في الأرض، لا المسيح أزلي ولكنه ولد في تاريخ محدد. لما إخواتنا المسلمين يلخبطوا يقول لك زي ما ربنا خلق آدم خلق المسيح، المسيح لم يخلق. المسيح لم يخلق لكن المسيح ولد، آدم خلق لكن المسيح ولد والمسيح كان موجود قبل ما يولد عشان كده بيقول لك العذراء تحبل معناها ايه ان ده اعلان عن وجوده قبل ولادته يعني دي اعلانات رائعه جدا دي انا مختصر بسرعه عن العهد القديم النبوات بتتكلم عن ميلاد المسيح ونشوف روعه هذا الكتاب ازاي انبياء من ألاف السنين بيتنبأوا بالتفصيل كل واحد في التاريخ بتاعه حتى قبل مجيء المسيح نبوة ميخا دي يمكن 500 سنة قبل الميلاد حاجة جميلة جدا نشوف روعة الكتاب المقدس طيب النهاردة خليني قبل ما أخش للقسم الثاني أخذ مكالمة سريعة من الأخ يوسف إلينوي أهلا يا أخي يوسف تفضل مرحبا سموين مرحب بك شون صحة نشكر ربنا علقت على موضوع قبل ان الموضوع مع ملء الزمان علقت على موضوع جدا حلو انه المسيح مولود كادم انا اسال المسلمين هل القران مخلوق ام غير مخلوق اكو مسلم يقدر يجاوبني بالنسبه لملء الزمان يقابل الزمن الذي حدده الاب معبرا به عن تحقيق غايه ارسال الله ابنه لاتمام الوعد الذي اعطاه لابراهيم نجد هنا اقوى تعبير عن التجسد ورد في رسائل القديس بولس لا. يورد العبارتين مولود من امراه ومولود تحت الناموس لا. مؤكدا غايتين لمجيء المسيح الاولى انه يخلص اناسا من العبوديه والثانيه انه يمكنهم من التمتع بالتبني كأبناء الله. هنا كما ورد في رسالة روميا يربط الرسول بين التبني وعطية الروح القدس الذي به يستطيع الإنسان أن يضع كمال ثقته في الله الأب ويتمتع بروح بعربون كمال الروح. أيضا في إشعياء تسعة ستة يقول يولد لنا ولدا. ونعطى ابنا وتكون رئاسه على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا اي هذا الابن اللي يولد هو اله اما بالنسبه الى محمد فانت ذكرت باعمال جدا حلوه وتسنيه بس اسم محمد مذكور بعد الجديد اذا تروح لسفر الرؤيا 16 عدد 13 وعند هذا رأيت ثلاث أرواح نجسة شبه تخرج من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال أو النبي الكذاب وهذا النبي الكذاب ماكو غير محمد عدنا وأكون شاكر جدا شكرا يا أخي يوسف نأخذ مكالمة من الأخ راجي من تينيسي أهلا بك كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيب برنامج طيب. عن انا عندي استفسارين لو سمحت اتفضل الاستفسار الاولاني في, وصف الميلاد في انجيل متى بيقول يخلص كعب من قطعه. عايز اعرف يعني ايه يخلص كعب من هل هو يخلص يعني يمنحهم ولا يزيد عنهم من خطيه الثاني ليه المسيح بيطلق عليه كاهن الى الابد على وجه مكه صابر وجيه من سط هوزة ولم ياتي من قط لاوي اللي هو سط كانون وشكرا وربنا يبارك في لا شكرا في أسئلة مهمة وفي الموضوع وأنا بيعجبني المداخلات اللي بتكون في الموضوع سؤالك الأول هو ده هدف مجيء المسيح الله كان معد هذه الخطة من قبل خلق الإنسان يعني ما كانش الخطأ والخطية مفاجأة له لكن كان مجهز الفداء من قبل خلق الإنسان يقول كده في اعمال 2 23 الرسول بطرس بيكلم اليهود بيقول لهم هذا اخذتموه بيتكلم عن المسيح مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق بمعنى ان يعني اللي حصل ده كله كان مخطط ليه قبل خلق العالم في الازل ان بعد ما يجي الانسان شكرا للمخرج انه يطلع الايه الحلوه دي بحبها قوي يعني مشورة الله المحتومة وعلمه السابق قبل ما يحدث كل الأحداث اللي احنا بنعرفها عن حياة المسيح طيب هو جاي ليه شكرا يقول كده في بطرس الأولى واحد وعدد 19 وعدد 20 برضو آيات جميلة بتتكلم عن أن دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم بطرس الأولى واحد عدد 19 و20 نقدر برضو نشوفهم عشان نوضح لأخونا الحبيب بيقول لك كده بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم ولما بيتكلم في إنجيل متى وبيتكلم عن المسيح بيقول إن هو المخلص يعني لما قال عليه في أصح واحد البشارة من ملاك ان المسيح معناه مخلص هو يخلص شعبه يعني ايه؟ يعني النهارده كل البشر اخطاوا اللي اخطا ده في حق الله سبحانه كسر وصاياه كل الخطايا هي ضد الله يعني يوسف في العهد القديم بيقول كده كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله طب هو الزنا ضد الله؟ طبعا بيكسر قوانين الله وبيعرض ابناء الله للخطر يبقى ده ضد الله قبل ما يكون ضد البشر عشان اخواتنا بس يفهموا فكره الخطيه الخطيه موجهه ضد الله بالدرجه الاولى كل خطايانا هي ضد الله طيب نعمل ايه هل في اعمال تنجح تساعدني انقذ نفسي خلال التاريخ كله اشكرك استاذ ابن امثال اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه يعني اسم يسوع معناه مخلص يبقى اذا هيجي ويموت عشان يدفع ثمن خطايانا هو ده سبب المجيء احنا بنحتفل بمجيء كلمه الله حتى يتنازل ويجي ويبقى انسان زينا لو احنا نطلع الايه الحلوه في فيليب 2 وبيتكلم عن ان المسيح اخلى نفسه حاجه يعني مهما نحكي في الكلمه دي رائعه جدا جدا واحنا بنحتفل بالمسيح بعد 21 قرن في ميلاده نفهم الفكره دي اخلى نفسه ساب المجد ساب العظمه ساب عدم اللامحدوديه وبقى محدود في جسد انسان صغير في فيليب اثنين وعدد سته وعدد سبعه وثمانيه حاجه جميله جدا بتحكي عن هذا الاختبار الذي كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه ساب المجد والعظمة واللا محدودية وصار محدود وأخذ إيه صورة عبد نزل فقير اتولد صائرا في شبه الناس وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وطاح حتى الموت موت الصليب عشان ينقذنا وعشان يفدينا الاحتفال الحقيقي بميلاد المسيح في هذه الأيام هو إنك أنت تقبل المسيح في حياتك كمخلص، وإنك أنت تقبل موته على الصليب من أجلك، وإنك أنت تعرف إن هو جه والمشكلة اللي إحنا بنحكيها في ميلاد المسيح لم يجد له مكانا في الأرض. أنا نفسي يجد مكان في بيتك أو في قلبك حتى يولد من جديد في حياتك، هو اللي جه الهدف. مش بس يتولد كانسان عشان يخلصنا لكن كمان عشان يعمل معجزه في حياتنا ويتولد في حياتنا. انا بشكرك جدا من اجل سؤالك كاهن الى الابد. انا عايز اطمنك واقول ان المسيح مازال يعمل من اجلنا حتى اليوم. هو النهارده رئيس كهنتنا اللي بيقدم الى الاب كل الشفاعات للدفاع عنها. لما بيقول مثلا في يوحنا الاولى اثنين وعدد واحد واثنين يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا المسلمين واليهود والبوذيين والصينيين والكوريين واله... كل العالم كله المسيح بيدفع ثمن خطايانا حتى اليوم هو النهارده رئيس كهنه بيشفع فينا وبيشفع لينا وشغال كرئيس كهنه يدافع عنه خليني ارجع للنقطه الثانيه عشان الوقت لان في حاجات كثيره نفسي اشاركها معاكم ونتكلم ازاي اعد الله العالم لمجيء المسيح. سبع نواحي في غايه الاهميه المسيح اعدهم حتى يعد العالم لمجيء المسيح. نمره واحد ثقافيا او حضاريا وعسكريا وسياسيا وثقافيا ودينيا وروحيا ازاي عمل الحاجات دي كلها هنشوف مع بعضين نستعرض بسرعه قصه بني اسرائيل بدايه من الملك شاول احنا عارفين ان كان اول ملك لبني اسرائيل هو الملك شاول تولى الملك اول ملك كان الاول الله هو يهوى هو الملك على بني اسرائيل وهم بعد كده رفضوا هذا الملك وجي الملك شاول أول ملك لكن لم يطيع الله في 1050 وعاش 40 سنة وبعدين قتل في إحدى المعارك تاني ملك إحنا عارفينه كويس ده الملك داود اللي هو أقام مملكة إسرائيل كانت منتهى العظمة في تاريخه وبيفتخروا به لحد النهاردة من 1001 لحد 970 جي الملك سليمان الإبن الثالث سنة 970 وانت عارفين ازاي ان هو ربنا استخدمه او عطاله النعمة ان هو يبني الهيكل ويقدم فيه ذبايح في ايام الملك سليمان قعد 40 سنة كمان وجي ابنه رحبعام رحبعام ملك سنة 930 لكن في اثناء هذه المملكة انقسمت المملكة مع بداية ملك الملك رحبعام كانش عنده حكمة كفاية وسمع لاخبار الشباب الصغيرين وافكارهم استشارهم فانقسمت المملكه يربع عمل المملكه الشماليه اسرائيل ويعني مركزها في السامره عشر اسباط فيها والمملكه الجنوبيه في يهوذا ومن هنا انقسمت مملكه اسرائيل لكن بكل اسف الشمال جه يربع عمل تماثيل من الذهب عشان يسجدوا لها في جرزيم وحتى بعد كام سنه يهوذا ابتدى يضعف ويعبدوا الاوثان ودي التحذيرات اللي ربنا ملا بيها العهد القديم يحذرهم ما تعبدوش الهه الاوثان ما تمشوش ورا الاشرار ما تتاثروش بالثقافات اللي حوليكم لكن بكل اسف المملكه ضعفت كان لازم الله يتدخل حتى يصلح الفساد الله مش بيعمل اي حاجه غير لما يكون في شر بيستشري في الأرض فيتدخل عشان يستأصل هذا الشر زي ما بيكون واحد طبيب بيجري عملية جراحية فيستأصل جزء فاسد فجاء السبي الأشوري في المملكة الشمالية في البداية سنة 722 في أيام الملك سرجون ومش بس سبى المملكة الشمالية لكن شتتهم في كل البلاد قال بالك دي كانت مشكلة كبيرة لأن بعد كده المملكه دي مش هترجع زي ما كانت وسكن الناس مكانهم في الجزء الشمالي من اسرائيل وانا كان نفسي نشوف حتى الخريطه اللي بتوضح القسم الشمالي والقسم الجنوبي عشان يعرفوا ازاي ان كل حاجه مكتوبه واضحه في الكتاب لكن السبي الاشوري كان لمملكه الشماليه وتشتتوا قال الجزء ده حلو أو الخريطه دي بتوضح القسم الشمالي والقسم الجنوبي وبيت لحم هنرجع يعني لها بعد شويه لكن حلو قوي ان احنا نعرف اللي حصل في التاريخ البشر بعد المملكه الشماليه المملكه البابليه قادت عليها ايام نبوخذ نصر وابتدوا يحكموا المنطقه كلها فحكموا سابوا يهوذا في عهد الملك نبوخذ نصر بس حصل السبي البابلي على اربع مراحل اربعه مراحل ورا بعضيها في كل مره تحدث مشكله يجي السبي البابلي ياخدهم، السبي الاولاني كان سنة 606 قبل الميلاد، وأنا عايز أقول حاجة مهمة افتكروا التاريخ ده عشان لما نتكلم عن العودة من السبي هتلاقوا سبعين سنة بالضبط اعتبارا من 606 قبل الميلاد. السبي البابلي الثاني كان سنة 597 في المرة الأولى أخذ الناس الكبار وأبناء الملك والعيلة المالكة ومنهم اخذ معاهم دانيال والفتيه الثلاثه المره الثانيه اخذ بقيه الامراء والصناع وكل الناس اللي يستفيدوا بيه السبي الثالث كان سنه 586 اخذ كتير قوي من الشعب السبي الرابع اخذ باقي الشعب وساب الناس الغلابه والفقراء والمساكين عشان يحرثوا الارض ويشغلوها بدل ما الدنيا تخرب خالص يعني السبي البابلي اخذ الناس كلها ودها بابل وابتدوا يعيشوا هناك ومنهم دانيال والفتيه الثلاثه. سبي البابلي استمر زي ما احنا عارفين كلنا سبعين سنه. وبعدين الشعب رجع امتى؟ لما ابتدت المملكه الثالثه اللي موجوده في سفر دانيال اللي هي مملكه مادي وفارس. كورش الملك جه وحطم مملكه بابل. لما حطم مملكة بابل سنة 539 قامت المملكة وابتدى هو يأمر برجوع كل السبي من سبط يهوذا إلى فلسطين أو إلى إسرائيل مرة تانية حاجة عجيبة جدا إن دي نبوة كانت مكتوبة في آخر أشعياء 44 و 45 إن هيجي كورش مسيح الرب طب ازاي يطلق عليه مسيح الرب ده هيكون مخلص؟ يعني مسيح الرب يعني مخلص عشان الاخ من تنسي يعرف كلمة مسيح الرب جت منين؟ اعتبر ان كورش الملك ده المسيح المخلص للشعب اللي هو يرجعهم حاجة عجيبة لما نشوف 536 ونبوة اشعياء سنة 700 ميلادية نعرف ازاي الله بيتحرك في التاريخ كله عشان يعد كل الامور لمجيء المسيح. رجعوا من السبي سنة 536 بعد كده حصلت حاجة خطيرة جدا في أيام السبي البابلي الرابع إن هو دمروا الهيكل يعني دي كانت حاجة وحشة جدا فعشان كده لما رجع السبي ورجع سبت يهوذا أنا في آية حلوة قوي بحبها في سفر عزرة معرفش موجودة عندكم أو لا في سفر عزرة بيتكلم ان يعني لما كورش قال لهم ارجعوا عطى الاواني بتاعه الهيكل لرؤساء سبط يهوذا لما قلت لكم خلي بالكم من تكوين 49 عشرة بيتكلم ان سبط يهوذا هيستمر في السلطه طب واثناء السبي برضه كان هو مستمر في السلطه على بني اسرائيل في السبي طيب هل نبوخذ نصر كان يعرف او كورش كان يعرف لا لكن الحاجه الحلوه إن هو رجع أواني الهيكل مع سبط يهوذا لما بيتكلم سفر عزرا لصاح الأول وبيحكي عن ازاي إن لو نقدر نشوف الأعداد دي عدد ثلاثة عدد خمسة فقام رؤساء آباء يهوذا وبنيامين واللاويين مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في اورشليم في عدد ثمانية آه، او سبعة ثمانية اخرجها كورش ملك فارس عن يد مصرداس الخازن وعدها لشيخ بصر رئيس يهوذا انا معجب جدا بالكتاب المقدس لما اقعد ادرس حاجات زي كده ان حتى في السبي وهم راجعين يبعت اواني الهيكل مع مين؟ مع رؤساء يهوذا طب يا كورش انت تعرف النبوه في تكوين 49 10 لا ما يعرفش ده هو بس بينفذ النبوه وهو مش دريان وده اللي انا قصدي كله من كل اللي بحكيه قبل ما جه ميلاد المسيح ان نعرف سلطان الله وهيمنته على الاحداث حتى في التاريخ البشري هو بيحرك الاحداث كلها وبعدين جه عزرا ونحاميه لما رجعوا من السبي عزرا رجع الاول وابتدى في بناء الهيكل لان هو كاهن شايفينه على اليمين هو بيصلي وبرده نحميا كان رجل صلاه ورجع عشان يساعد عزرا والمسبيين لما رجعوا مره ثانيه لما رجعوا على مراحل عشان يبنوا الهيكل ويبنوا اسوار اورشليم ويبتدوا يعيدوا العباده من جديد مع بعضهم يبقى كل الاحداث دي حصلت بطريقه سريعه جدا بس بتوضح حاجة مهمة أن اليهود فقدوا الهيكل فقدوا الأنبياء فقدوا كل شيء وتبقى ليهم بس الشريعة وده اللي هنوضح إزاي في القسم الثالث اللي حصل في أعمال الله العظيمة في الربعمائة سنة اللي هو حصل فيها يعني صمت للإعلان الإلهي بنقول من بعد ملاخي لحد انجيل متى في 400 سنه مفيش اعلانات لكن ايه التاريخ اللي حصل؟ فيه التاريخ لم يتوقف، ايه اللي حصل؟ حتى يعد الله المسرح لمجيء المسيح في الموعد المعين في المكان المعين رغم ان هم ما كانوش عايشين في هذا المكان وانتم عارفين التفاصيل الرائعه اللي بتحكي ازاي الله سبحانه كل حاجه محددها بطريقه واضحه حتى ياتي المسيح في ملء الزمان وفي بيت لحم ومن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويهوذا وداود عشان كده لما يجي كتاب إنجيل متى يكتب كده كتاب ميلاد يسوع ابن داود ابن إبراهيم عشان يقول اليهود هذه هي النبوات كلها اللي بتتحقق فيه قبل ما نخش للفقرة الثالثة خليني أخذ مكالمة من الأخت نهال من لندن أهلا بيك يا أخت نهال مساء الخير يا حضرة الشيخ ربنا يبارك حضرتك ويعوضك على تعبك في اختيار المواضيع المهمة وانا بقول مهمه لانها بتقود للخلاص وهو ده هدف قناه الكرمة عموما خلاص النفوس كلها لأن <applause> ياما في مواضيع ومجادلات ومناقشات ومباحثات الكتاب المقدس بينصحنا وبيقول لنا نبتعد عنها لانها تولد خصومات لكن موضوع النهارده ملء الزمان من اكبر واهم المواضيع اللي بتثبت كمان لاهوت السيد المسيح فحضرتك ذكرت انه مولود من عذراء دون زرع بشر لكن كمان الكتاب بيعلمنا انه مخارجه منذ القديم منذ أيام, ايام الازل صحيح. يعني المسيح ازلي والدليل على ازليته كمان انه قال لما اليهود قالوا له ليس لك خمسون سنه بعد افرايت ابراهيم فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، يعني بيعلن بعظمه لسانه انه ازلي، واخواتنا المسلمين بيعترفوا ان السيد المسيح صادق ولا يكذب، لما يقول الحق الحق اقول لكم ان انا قبل ابراهيم موجود، يبقى هو فعلا موجود، وعلى فكره اليهود فهموا كده انه بيقول على نفسه ان الله، بدليل انه الايه اللي بعدها الكتاب بيقول كده رفعوا حجاره ليرجموه فعايز اقول لحبايبنا المسلمين اللي بيقولوا ان المسيح نبي عظيم فقط وهو عمره ما قال على نفسه ان الله شهاده واضحه وصريحه في يوحنا الاصحاح الثامن يا ريت تقروه واخر حاجه احب اقولها للناس اللي بتقول ان المسيح جه من غير اب يعني ايه مش مهم ما سيدنا ادم جه بدون اب ولا ام كمان الرد انه ادم مخلوق يا حبايبي لكن المسيحيه بكل طوائفها بتؤمن بقانون الايمان الواحد اللي بيقول عن يسوع انه هو مولود غير مخلوق ومساوي للآب في الجوهر فربنا يبارك حضرتك كمان مره وكل سنه والجميع طيبين واصلي ان الرب يسوع يولد في قلوب كل المشاهدين وربنا يبارك. شكرا جزيلا وفعلا احنا كل اللي بنتمناه من كل هذه البرامج هو ان الناس تعرف حقيقه الخلاص المقدم مجانا نعمه الله للجميع وان هذه النعمه مقدمه ليك النهارده اذا كنت بتشاهد البرنامج لاول مره فهذه حاجه حلوه ليك شخصيا انك انت تعرف ان المسيح جاء الى العالم مش عشان يؤسس ديانه دي فكره خاطئه 100% لكن عشان يقدم نفسه مخلص للعالم كله هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابديه هدفنا ان الناس تحتفل بالعيد بطريقه رائعه وطريقه حقيقيه انك انت تاخذ المسيح كمخلص شخصي ليك هو لكل العالم ده حقيقه لكن يتوقف على قرارك الشخصي بقبول او رفض نعمه الله المجانيه المقدمه ليك فعشان كده احنا بنحكي عشان نوضح كل الكتاب بيتكلم عن ايه بيتكلم عن المسيح كل الانبياء اتكلموا عن ايه اتكلموا عن نبوات عن المسيح انا قدمت القليل عشان الوقت لكن في ايات كتيره تاني عن الميلاد انا حسيت ان هي مش دين المهمه قوي انا ركزت على اهم الايات واهم النبوات واهم الانبياء لكن كل الكتاب 39 كتاب كلهم بيتكلموا عن شخص المسيح واللي بيقرا الكتاب من غير ما يعرف المسيح في هذا السفر هو مين؟ يبقى ما لسه ما فهمش الكتاب صح. لازم وانت بتقرا العهد القديم مع كل سفر تكتب من هو المسيح في هذا السفر، ودي حاجه هتبقى دراسه رائعه وعشان نفهم اعلانات الله عن المسيح في كل كتاب. ناخد الجزء الثالث والمهم في ال 400 سنه اللي حدثت قبل مجيء المسيح من بعد ملاخي لحد ميلاد المسيح ايه اهم الحوادث في نهاية القرن الخامس وبداية القرن الرابع ظهر مجموعة من اعظم فلاسفة اليونان هم حوالي يمكن عشرة بس انا اخترت اربعة منهم في وسقراط وافلاطون وارسطو الاربعة دول ظهروا في الوقت ده وابتدوا يكتبوا امور فلسفية رائعة عايز اقول بامانة من 500 سنه قبل الميلاد لحد النهارده اللي كتبوه ما زال له تاثير كبير في حياه العالم كله. لازم نعترف بفضل فلاسفه اليونان على الفلسفه والفكر، الفلسفه هي الحكمه او محاوله معرفه الحق فدي حاجه جميله مش تاخد الاسم وتخاف منه لكن حلو او ان انت تدرس الفلسفه وتعرف ولو قريتوا ما كتبوه هؤلاء الرجال الرائعين هتعرفوا ازاي اثرت الفلسفه اليونانيه على ثقافه العالم لكن اهم حاجه تهمنا في الموضوع ده ايه ان اللغه اليونانيه في القرن الرابع الميلادي اصبحت هي لغه الثقافه ولغه العلم ولغه التجاره والناس اللي عايزين يشتغلوا في التجاره لازم يعرفوا يوناني والناس اللي هم عايزين يدرسوا حاجه في العلم لازم يعرفوا يوناني والناس اللي عايزين يعرفوا حاجة في الفلسفة لازم يقروا ما كتبوه هؤلاء الرجال وأقول لكم بحاجة بأمينة لحد النهاردة ناس عمالة تدرس أقوال وكتابات هؤلاء الرائعين مش كلهم كتبوا يعني سقراط ما كتبش حاجات كتيرة لكن عرفنا من إفلاطون إيه اللي قاله سقراط لكن كمان كتب إفلاطون خصوصا الحوارات الرائعة بتاعته حاجات جميلة جدا وبعدين افلاطون ترمز تلمز ارسطو المهم في الموضوع حاجتين الحاجه الاولانيه ان اللغه اليونانيه اصبحت هي لغه الثقافه والعلم الحاجه الثانيه ان ارسطو تلمز شخصيه خطيره جدا اسمه الاسكندر الاكبر فيليب المقدوني جاب ارسطو عشان يتلمز ابنه ولما انا درست الموضوع ده استغربت جدا كان الولد عنده 12 سنه ويجيب فيلسوف عظيم زي ارسطو عشان يعلمه ويتلمذه وفعلا اثر فيه تاثير كبير جدا للدرجه ان هذا الشاب لما تولى المسؤوليه بعد ما قتلوا ابوه فيليب سمموه تقريبا في مره فهو تولى المسؤوليه وابتدى ياسس هذه الامبراطوريه الرائعه وكل علماء العالم النهارده خصوصا القاده العسكريين بيدرسوا ما فعلوا الاسكندر الاكبر ليه خلال عشر سنين قاد مجموعة من المعارك الحربية اكتسح فيها كل البلاد بما فيهم الإمبراطورية الفارسية العظمى اللي كانت موجودة في عصره اكتسحها بمنتهى البساطة واستمر في فتوحاته حتى وصل إلى الهند وفي نفس الوقت لم ينهزم ولا مرة واحدة عشان كده بنقول ده أعظم قائد عسكري ولد 356 وتوفى 323 يعني عنده كم سنة 33 سنة توفى في العراق وبعض بيقال ان هم جابوه وحطوه في الاسكندرية او دفنوه في الاسكندرية وعلى فكرة مش اسس بس الاسكندرية في مصر تأسس 20 مدينة في الوقت الصغير بتاعه يعني اكتسح في معارك كثيرة كل اليوناني الاول يعني استولى عليها كلها ودي كانت قصة طويلة في الصراعات وبعدين دخل على الامبراطوريه الفارسيه واكتسحها وبعدين اكتسح سوريا ومصر وفلسطين وبعدين كمل حتى الهند ورا بعضيه بسرعه غريبه جدا كان بيحرك الجيوش بطريقه رائعه جدا في خطه عسكريه وانا بشوف ان تاثير ارسطو كان عليه ان هو مش بس عمل الامبراطوريه اليونانيه لكن كمان نشر الثقافة اليونانية ونشر اللغة اليونانية فأصبح حوض البحر المتوسط كله بيتكلموا لغة واحدة طب ده ليه علاقة بميلاد المسيح طبعا هنشوف دلوقتي بسرعة إزاي تأثير الإسكندر الأكبر كان جزء من تحضير مسرح الأحداث عشان يأتي المسيح في الوقت المناسب والأسيس سليمان أشار لكده في حاجات حلوة قوي إن كل الناس كانوا بيتكلموا اللغة اليونانية في عصره. لكن بعد ما مات الاسكندر انتشرت اللغة اليونانية واصبحت اللغة الرسمية في كل بلاد العالم الامبراطورية اليونانية، وادي جزء من اللغة اليونانية، يعني عشان نعرف قد ايه كانت الانتشار السريع للغة اليونانية كلغة ما فرضهاش على الناس، لكن حبب الناس فيها وابتدى كل العلماء والمثقفين يكتبوا بيها فاضطر الكثير من الشعوب اللي حوالين منطقه البحر المتوسط يتعلموا اللغه اليونانيه العاميه يعني يتكلموا بيها بسهوله جدا بعد موت بعد موت الاسكندر الاكبر انقسمت الامبراطوريه الكبيره بتاعته للقاده بتوعه بقت اربع اقسام معرفش نقدر نشوف الخريطه اللي انقسمت فيها الامبراطوريه انقسموا الى اربع اقسام اللي يهمنا فيهم الحاجات اللي تخصنا في الحديث بتاعنا النهارده هي مصر وقعت تحت سيطره او مملكه البطالمه يعني بطليموس الاول والثاني والثالث والرابع كانت البطالمه في مصر والسلوقيين في سوريا لو نقدر نشوف التقسيمه دي على الخريطه يعني هنا قدامنا اربع اقسام احنا مش هنتكلم على الاربعه لكن انا هركز على دولة البطالمه اللي كان مركزها مصر ودوره السلوقيين اللي كان مركزها سوريا ودي الاحداث اللي حصلت بعد موت الاسكندر الاكبر. في بطليموس لو ممكن نشوف بطليموس الاول والثاني اسس في مكتبه الاسكندريه طبعا الاسكندر هو اللي اسس الاسكندريه واسس المكتبه لكن بطليموس هو اللي كمل فيها وعمل في مكتبه الاسكندريه مشروع رائع جدا اللي هو ترجمه كتب العهد القديم اللي عند اليهود من اللغه العبريه الى اللغه اليونانيه وسميناها الترجمه السبعينيه رئيس المكتبه او مدير مكتبه الاسكندريه هو اللي اقترح على بطليموس الثاني بالترجمه دي والراجل وافق وبعت لرئيس الكهنه في اسرائيل فبعت له حسب القصه المكتوبه الم... يعني الناس بيقولوها على طول سته اشخاص علماء من كل سبت عندهم 12 سبت فبعثوا 72 عالم وبطليموس حط لهم مكان في جزيره كل واحد يترجم كتب العهد القديم عشان يشوف الترجمه دقيقه ولا لا وبعدين قرنوه مع بعض واتفقوا على هذه الترجمه الرائعه هي كانت دقيقه في النقل لكن ما كانتش فنيه في الترجمه ازاي؟ الناس دولت ما كانوش علماء في الترجمه، كانوا علماء في اللغه العبريه. فلما ترجموها ترجموها بطريقه حرفيه جدا، لكن ما راعوش الثقافه اللي اللغه اليونانيه كانت عايشه فيها. ولكن استفدنا منها وعرفنا الحاجات اللي فيها ازاي نستفيد منها. طب ايه فائده الكلام ده؟ ان النبوات والمكتوب في العهد القديم ما اصبحش بس محصور في بني اسرائيل او في اليهود احنا بنسميهم اليهود بعد رجوعهم من السبي وتدمير مملكه الشمال والجنوب اصبح بنسميهم اليهود فالترجمه السبعينيه نقلت كل النبوات اللي بتتكلم عن المسيح وعن ميلاد المسيح الى العالم كله اللي بيتكلم لغه يونانيه العالم بيتكلم لغه يونانيه فاخذوا الكتب من العبري وترجموها الى اللغه اليونانيه وسميناها الترجمه السبعينيه دي كان اول ترجمه في التاريخ بعد كده ايه اللي حصل حاجه تانية مهمه جدا ان السلوقيين ما سابوش اليهود لكن نجحوا بعد عده معارك مع البطالمه ان انطيخوس يخش اورشليم سنه 198 قبل الميلاد استولى على فلسطين وابتدى في الأول يتعامل معاهم بطريقة كويسة، لكن بعد كده انقلب عليهم وعمل حاجات خطيرة جدا كان أخطرها سنة 165 لما حصل تدنيس للهيكل. أخذ ذبيحة من خنزير وحطها على المسبح وأخذ هيك... آه... تمثال لآلهة آه... زيوس وحطها في مسبح التقدمة. ده كانت عملية خطيرة جدا خلت اليهود في منتهى الكراهية لحكم السلوقيين وقاموا ضده ودي اللي قال عنها دانيال النبي ركسة الخراب اللي هي حصلت في سنة 168 طب إيه اللي حصل؟ هربوا من فلسطين وابتدوا الكهنة يهربوا من المكان لأنه هو دنس الهيكل فبعض رجال الشرطة ورؤساء الشرطة مشوا وراهم وأجبروهم أن هم يقدموا ذبايح خنزير او حاجات زي كده نجسه فواحد من اليهود يعني يعني اضطر يخضع وحاول يقدم الذبيحه فنط الكاهن متياس او مات تياس وخنق الراجل ده وابتدى يعمل ثوره سموها في التاريخ ثوره المكابيين في كتاب حلو قوي او كتابين مكابيين الاول مكابيين الثاني كتب تاريخيه رائعه من خلالنا من خلالها قدرنا نعرف ان ثوره المكابيين ابتدت من لكن كان عندهم اولاده كمان ماتتياس مات ازاي ان اليونان لما عرفوا ان اليهود بيقدسوا يوم السبت عملوا جيش وراحوا هجموا على ماتتياس وكل التابعين ليه حوالي 6000 واحد متمرد في يوم السبت والناس دولت كانوا مدققين جدا فاستسلموا وما قدروش يقاوموا وموتوهم كلهم وموته ماتتياس اللي هو الكاهن الكبير المنضوع ما انتهاش لكن على طول يهوذا ابنه قام بالحرب وابتدى يكون جيش ضد اليونانيين وسميوه يهوذا المكابي او يهوذا المطرقه مكابي يعني مطرقه اللي كان بيضرب ضربات جامده على الجيش اليوناني وبعد سنوات يعني نجحوا ان هو يموتوه جه سمعان اخوه كمل وبعدين يونسان اخوه كمل وبعدين يوحنا اللي الابن الاخير لماتتياس ودي بنسميها ثوره المكابيين اللي استمرت قرابه 200 سنه وفيها حصلت احداث كثيره صعب ان انا احكيها بالتفصيل عشان الوقت لكن كان كلها بتجهز اليهود يحسوا قد ايه بالظلم الواقع عليهم من الأشوريين والبابليين والفارسي وماديو فارس وبعدين بعد كده اليونانيين يعني يحسوا قد إيه في إحتياج إلى من يخلصهم من ينقذهم عشان كده ظهرت في هذه الفترة فكرة المسيح المخلص أو المسيا المخلص السياسي والعسكري نتيجة لما وقع على اليهود من أمور صعبة جدا ادت الى ان هم يشتاقوا لظهور هذا المخلص اللي الانبياء وعدوا به. لكن في العيد في الايام دي كي لما جه يهوذا يتولى الحرب ضد اليونانيين عمل تجديد للهيكل وهو ده اللي بنسميه عيد التجديد سنه 165 قبل الميلاد وده اللي بنقرا عنه لما نقرا نعرف يوحنا 10 22 وكان عيد التجديد في اورشليم وكان شتاء. لما نقرا عيد التجديد نعرف ان ده اللي حصل في ايام يهوذا المكابي ان هو نظف الهيكل ويعني رجعوا العباده فيه وابتدى يعني يقدسوا هذا المكان واحتفلوا في هذا اليوم بعيد التجديد في اول ديسمبر وده اللي كان بيحتفل بيه اليهود من حوالي اسبوعين ويسموه عيد الحنوكه. هو ده نفسه عيد التجديد المكتوب عنه في يوحنا 10 22، بعد كده في الفترة دي لازم نعرف إيه اللي حصل مع اليهود. اليهود ظهر في وسطهم طبقة اسمهم الأنقياء اللي سموهم بعد شوية الفريسيين. يبقى ظهور طائفة الفريسيين اللي بنقرأ عنها في الأناجيل ما كانتش موجودة في العهد القديم، دي ظهرت في 200 سنه قبل ميلاد المسيح. وهم في الاول الحقيقه ناس رائعين ابتدوا يدققوا في الشريعه ويعيشوا حسب تعاليمات الكتاب ويطبقوا الناموس. لكن خلي بالنا تحولوا الى ناس يعني متزمتين اكثر من اللازم. الدرجه اللي ابتدوا فيها يمشوا في الشارع فعشان عينه ما تجيش على امرأة فيشتهيها يروح مغمض عينه ويمشي فيتخبط ويتعور وعشان كده ابتدوا يعرفوا الفريسيين هم الناس اللي عندهم إصابات في الجبهة نتيجة ان هم متحفظين أكتر من اللازم يعني دولة يهود ورفضوا ان يكون في اي تعاون مع اليونانيين اللي هم حاكمين البلد في نفس الوقت في نفس التوقيت ظهرت طائفة تانية اسمها طائفة الصدوقيين البعض بيقول أن ليها علاقة بصدوق الكاهن اللي كان أيام الملك داود لكن الأغلبية الدارسين بيقولوا أن هما ظهروا فعلا كطائفة أو كمجموعة كبيرة كانوا دولة الناس الأغنياء واللي التفوا حوالين رئاسة الكهنوت يعني رئاسة الكهنوت أغلبها عبر التاريخ كانت من الصدوقيين اللي هما حاولوا يعملوا توازن ما بين ان هم يهود وما بين الثقافه اليونانيه واللغه اليونانيه قالوا ما فيش مانع بس برضه نحتفظ بالهويه اليهوديه يعني كانوا ناس بيحاولوا يعملوا توازن في العلاقه مع اليونانيين وبعديهم مع الرومان فطائفة الصدوقيين ظهرت بصورة واضحة في هذا التوقيت وكانوا مختلفين أكثر مع الفرسيين لكن مش بس دولة ظهروا لكن ظهرت طائفة ثالثة عرفنا عنها من مخطوطات وادي القمران أكثر اسمها طائفة الأسينيين الأسينيين هربوا وراحوا في الجبال وفي المغارات ويعيشوا هناك بطريقة زي منهم يوحنا المعمدان اللي هو التقشف واللي بعض الناس بيقولوا ده أساس الرهبنة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن طائفة الأسينيين اعتزلوا عن العالم وكانوا بيعبدوا يهوى برضو بس بطريقة بعيدة وحاولوا يعملوا نظام ليهم وكتب ليهم يمكن مرة في أولاد إبراهيم نحاول نلقي الضوء أكتر تفصيلا على طائفة الفريسيين والصدوقيين والأسينيين لكن في نفس الوقت ظهرت مجموعة تانية اسمهم المعلمين أو الراباي ان هم الناس اللي بيحاولوا يعلموا الشريعه لليهود خلي بالكم ان اللي حصل في ايام السبي وما بعد السبي ان اللغه العبريه ما اصبحتش معروفه اختلطت مع اللغه الاراميه واللغه بعد كده اللغه اليونانيه فالناس كانوا عايزين يتعلموا يعرفوا اللغه ويعرفوا ايه الطقوس والتشريعات الموجوده فظهرت جماعه الرباي وبنسمع عن مثلا غمالئيل كان رئيس لليهود واحد منهم في العصر المسيح يعني دولة الجماعة اللي ظهروا في المرحلة ما بين العهدين كل الطوائف دي ما كانتش موجودة قبل فترة العهدين ما بين 400 قبل الميلاد لحد ما جاء المسيح في ميلاده لكن في أحداث تاريخية تانية كانت في غاية الأهمية وانعكست وجهزت الارض والتربه لمجيء المسيح كان اهمها ان بومبي القائد الروماني اللي بدا في ايطاليا استولى على فلسطين كلها سنه 63 ميلاديه ده كان بدايه الغزو الروماني ما كانش لسه الامبراطوريه الرومانيه ظهرت كانت الجمهوريه وبعدين المملكه وبعدين سنه 27 ميلاديه جت الامبراطوريه الرومانيه لكن كان أول واحد إستولى على سوريا سنة 65 قبل الميلاد، وبعدين إستولى على أورشليم وفلسطين كلها سنة 63 قبل الميلاد، وإبتدوا الرومان يهتموا بالإستيلاء على هذه البلاد أو المنطقة كلها سواء مصر أو سوريا أو فلسطين في هذه الأوقات، وبسرعة عشان الوقت قرب ينتهي أقول لكم إن سنة 37 قبل الميلاد جه هيرودس الكبير قصه طويله ازاي كان باتر اخوه ابوه هو اللي بيحاول يتقرب للرومان وبعدين هيرودس هرب وراح روما واتفق مع زعماء روما في الوقت ده ان هو يحكم فلسطين باسمهم والراجل ده كان شخص داهيه داهيه سياسي وداهيه عسكري وقدر ان هو يستولى على السلطه كلها في فلسطين سنه 37 قبل الميلاد ومات يعني بعد 40 سنه من الحكم يعني اربعه بعد الميلاد مش اربعه قبل الميلاد زي ما الناس بيفتكر هو قعد 40 سنه في الحكم رودس الكبير كان متعطش للدماء وعمل حاجتين في منتهى الغرابه لما سمع ان ولاده من مريم اليهودية يهوديه بيخططوا ابنه واحد من اولاده يعني هو اتجوز كذا واحده فواحد منهم فتن وقال لهيرودس الكبير ان ولادك بيخططوا عشان يستولوا على الحكم. قتل ولاده وقتل زوجته اليهوديه وده يورينا ان هو لما عمل مذبحه بيت لحم كان معناها ان هو شخص من الاول يعني عطشان للدماء وللذبح وللقتل ما كانتش غريبه عليه ان هو يعمل مذبحه بيت لحم. في 37 جه هيرودس الملك يحكم فلسطين لكن ما نجحش وخصوصا بعد ما مات برضو انقسمت فلسطين الى ثلاث اقسام لأولاده يعني كان يعني حاجه غريبه جدا ان اليهود الرومان تدخلوا في قبل مجيء المسيح واستولوا على السلطه وهنا تتحقق نبوه تكوين تسعة 49 عشرة بالتفصيل ازاي لو نقدر نشوف النبوة مرة تاني في تكوين تسعة 49 عشرة عشان نشوف ازاي تحققت قبل مجيء المسيح لما الرومان استولوا على السلطة يقول لك كده لا يزول قضيب من يهوذا يعني الحكم بتاع يهوذا هيكون مستمر ومشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون وله يكون خضوع شعوب لما الرومان لغوا الحكم اليهودي نهائيا لاول مره في التاريخ البشري ينتهي الحكم اليهودي وبقى هم بيحكموا مباشره وجابوا بعديها بيلاطس الكهنه صرخوا وقال ان هو دي ازاي تتحقق طب فين المسيا؟ كان المسيا اتولد في الوقت ده وهم ما كانوش عارفين انا بوريكم سلطان الله على الاحداث ازاي جهز العالم كله كانوا بيتكلموا لغه يونانيه الرومان لو نقدر نشوف على الشاشه اللي عملوه الرومان في الفتره الاخيره عملوا طرق من كل البلاد تؤدي الى روما عشان كده التعبير اللي احنا بنستخدمه واحنا مش عارفين اخباره ايه اساسه ان الرومان نجحوا ياسسوا طرق في كل البلاد توصل إلى روما عشان كده بنقول كل الطرق تؤدي إلى روما. وبعدين اللغة اليونانية أصبحت منتشرة في حوض البحر المتوسط. الإمبراطورية الرومانية اللي تأسست سنة 27 قبل الميلاد كان عندها جيش قوي جدا سيطرت على البحرية الموجودة في البحر المتوسط، كل السفن فكان في قراصنة في كل السفن اللي كانت في البحر المتوسط الجيش الروماني تمكن من القضاء على القراصنة ودي كانت حاجة مهمة عشان يستتب الأمن قبل مجيء المسيح وعشان كل الطرق اللي موجودة في الصحراء اللي كانت بيعملوها الرومان كان فيها قطاع طرق برضو القوات الرومانية والجيش الروماني تمكن من القضاء على كل العصابات دي يبقى عندنا عدة حاجات حصلت الترجمة السبعينية طبعا بطليموس ما كانش يعرف ان ده تحضير للمسيح فالناس كلها تتكلم لغه يونانيه والاسكندر الاكبر نشر اللغه اليونانيه بعد ما تعلم من ارسطو اهميه الثقافه اليونانيه والرومان شقوا الطرق كلها اللي ساعدت الرسل بعد مجيء المسيح تلاميذ المسيح ان هم يوصلوا بالبشاره لكل العالم وفي نفس الوقت الامبراطوريه الرومانيه وحدت كل البلاد فاصبحت وكانها بلد واحده زي ما بيحصل النهارده بس النهارده يعني حاجه مش حاجه رسميه، لكن العالم كله اصبح قريه واحده ووسائل التواصل الاجتماعي خلتنا نعرف كل الاخبار، ده اللي كان بيحصل في العالم القديم بدون وسائل التواصل الاجتماعي الموجوده عندنا، بقى العالم كله زي بلد واحده تحت الامبراطور الروماني وكل الطرق تؤدي الى روما فاصبح في تواصل بين واصبحت الثقافه اليونانيه منتشره في كل العالم. واللغه اليونانيه هي اللغه المحبوبه للجميع واصبح الكتاب متاح للعهد القديم للكلام الناس تتكلم وتعرف عن مجيء المسيح اذن المسيح لما جه كان المسرح معد بالكامل لهذا المجيء حاجه في منتهى الروعه لما نشوف سلطان الله وهيمنه الله على الاحداث التاريخيه كلها سواء من خلال الإعلانات بتاعة الأنبياء، سواء من خلال تاريخ شعب بني إسرائيل، وإزاي رغم إن اليهود تشتتوا، ولما تشتتوا على فكرة عملوا حاجة حلوة، مش كلهم رجعوا من سبت يهوذا، لكن عملوا في المراكز اللي هم راحوا فيها وعاشوا فيها، عملوا مجامع. يعني تلاقي في الإسكندرية وعندنا في وسط البلد في القاهرة في مجمع لليهود. والمجامع دي هي اللي اصبحت المراكز الرئيسيه للتبشير، كان الرسل لما يخرجوا من فلسطين او من انطاكيا بعد انتقال صعود المسيح، ابتدوا ينشروا رساله الملكوت في العالم، فاستخدموا المجامع دي كمراكز يروحوا فيها ويبتدوا التبشير، ولما اليهود يرفضوهم يروحوا لبقيه الامم. يعني اذا خطه. لما نتكلم عن ملء الزمان، نقول التوقيت الذي حدده الله لمجيء المسيح، وان اليهود كانوا مقسمين الزمن لما يقول في بدء في ملء الزمان، كانوا بيتكلموا عن الزمن في قسمين، حتى لو نقدر نشوفهم على الشاشه بيقولوا 2000 سنه من قبل وجود الشريعه، يعني العالم كان موجود 2000 سنه يمكن من ابراهيم بدون شريعه و2000 سنه بعد الشريعه او بعد الناموس حتى ياتي المسيح وبعدين بيقولوا بعد كده المسيح لما يصلب ويقوم ويصعد السماء يبقى 2000 سنه وده هيكون لي موضوع تاني نتكلم فيه في مجيء المسيح الثاني فالفكره عن الزمن عند اليهود ان هي كانت بتنقسم لقسمين ألفين سنه قبل الشريعه 2000 سنه يكون فيها الشريعه وبعدين ياتي المسيح مباشره ولو احنا هنشوف التواريخ دي مرة تانية بالتفصيل الرأي إن المسيح اتولد في ملء الزمان في الميعاد المحدد طب ليه ما جاش لما آدم أخطأ عشان يدفع ثمن خطية آدم ويخلصنا من كل الشرور الموجودة ما كانش أي إنسان فينا هيعترف إن هو بيخطئ وإن هو يقدر ينقذ نفسه كان يقول لك ما أنا ما يعني ممكن أعيش كويس لكن لما سابهم الله سبحانه في حكمته 2000 سنة بدون ناموس ما نجحوش، وانتوا عارفين بقى الطوفان وصادوم وعموره والقصة اللي حصلت اللي انا حبيت اعدي عليها بسرعة ما أجيبش سيرتها لأن دي من التاريخ القديم أوي، وبعدين 2000 سنة بعد الناموس يجي السؤال هل في يهودي واحد نجح يطبق الشريعة؟ 613 وصية جات في الشريعة، 248 وصية ناموسية أو طقسية و365 وصية يومية اليهود كانوا بيصرخوا مش قادرين نطبق الشريعة مش قادرين ما نكسرش الناموس لحد النهاردة اليهود الموجودين يقول لك لو كل اليهود في العالم طبقوا حفظ الناموس أو حفظ السبت يوم واحد بس كلهم المسيح هيجي مرة تاني لكن لحد النهاردة محدش قدر يطبق الشريعة ولا يطبق الناموس وده اللي خلى واحد من اليهود يسال المسيح هذا السؤال، طب ايه اهم؟ واحد من الكتبة، من كتبة الشريعة، ايه أهم وصية؟ فقال لهم الوصية الرائعة جدا لو نقدر نشوفها على الشاشة في مرقص 12 وعدد 28 و 29 و30 اللي بتلخص الشريعة الموسوية كلها المسيح حب يقول لهم عليها في وصية واحدة تساعدهم يستوعبوا قلب الشريعة، يستوعبوا حقيقة الإعلان الموجود في شريعة الله الله كان عايز منهم إيه يقول لك كده أن الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب إلهك لو يعني حتى أنا عدد 28 لما الكاتب كان بيسأله فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون كلم الناموسيين والفرسيين والصديقيين في أصاح 12 وجاوبهم أسئلة رائعة فجاء واحد من الكتبة سمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أي وصية هي أول الكل فأجابه يسوع أن أول كل وصايا اسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى والعظمى يعني تحب الناس تحب الله وتحب الناس عدد 31 بيكملها وتحب قريبك كنفسك ليس وصيه اخرى اعظم من هاتين في الاسابيع القادمه هنتكلم يعني المرحله الثانيه ازاي لما جه المسيح ماذا تحقق وايه اللي احنا فيه لحد النهارده ده في هيكون في منتهى الروعه نستعرض التاريخ البشري من ميلاد المسيح شكرا لمتابعتكم تهنئه قلبيه بمن يحتفل بالعيد في الاسابيع القادمه واهم حاجه نعرف ان مجيء المسيح جه عشان يرفع عنا غضب الله لكن في نفس الوقت يرفع عنا الكآبه فيكون مجيئه هو مجيء الفرح هو مجيء السلام على الارض اللي احنا مفتقدينه لكن هو هيحقق هذا وهنشوف امتى يحققه وازاي يحققه في حلقات قادمه. شكرا لكم والى اللقاء في الاسبوع القادم.